أعلن معالي مطر الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات أن عدد المستفيدين من خدمات هيئة الطرق والمواصلات خلال فترة انعقاد معرض إكسبو دبي 2020 بلغ 37 مليوناً و300 ألف مستخدم، يشكلون 67% من إجمالي خدمات التنقل في المعرض. وأشار إلى أن إجمالي عدد ركاب وسائل النقل الجماعي مترو دبي وحافلات المواصلات العامة ومركبات الأجرة والحجز الإلكتروني كريم وأوبر بلغ 26 مليوناً و300 ألف راكب، فيما بلغ إجمالي عدد المستخدمين للمواقف في موقع المعرض 11 مليوناً و38 ألف مستخدم.